نروح إلى فيديو آخر نشاهد من خلاله لحظات دخول الجيش الأذربيجاني إلى منطقة كالبجار بعد 27 عاما من سيطرة القوات الأرمينية عليها. نشاهد وإياكم هذا الفيديو. كما تشاهدون المزيد من القوات الأذربيجانية تتوجه إلى منطقة كالبجار، وهي ثاني المناطق التي كالبجار هي ثاني المناطق التي تسلمها أرمينيا لأذربيجان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا في العاشر من هذا الشهر. طبعا كالبجار هي من أكبر المناطق في كرباخ، في محيط كرباخ، ووفق ما ذكرته وزارة الدفاع أن مسألة ذهاب القوات لكلبجار قد تتطلب المزيد من الوقت، وهذا يختلف عن بقية المناطق التي أو بالتحديد أغدام التي كانت سلمتها أرمينيا لأذربيجان في العشرين من هذا الشهر بسبب بعورة الطرقات، المنطقة جبلية وعرة، ويحتاج الموضوع أيضا المسألة تحتاج لمزيد من عمليات إزالة الألغام. ولكن منذ ساعات الصباح الأولى أعداد متواترة من الجيش الأذربيجاني تدخل إلى المنطقة لبسط السيطرة على كالبجار التي تعود اليوم للسيادة الأذربيجانية بعد 27 عاما من سيطرة أرمينيا عليها، وبالتالي يمضي هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، بنجاح بصورة أو أخرى بعد سنوات من الصراع، وبالتحديد بعد التصعيد الأخير الذي اندلع في سبتمبر.